السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي قبلنا قالوا كذب نستف ولا صدق منعكش. طبعا انا بقول كده يعني تعليقا على فسخ تعاقد نادي الزمالك مع زكريا الوردي بعد 4 شهور فقط من تعاقده كلاعب منتقل حر لنادي الزمالك. يعني انا ما عنديش دليل على ان اللي بيقولوا مرتضى منصور هو وابنه امبارح غلط او في كذب، وارد جدا انه يكون لعيب فعلا مكتئب، ولو ان يعني حتى دي ما تليقش لا طريق يعني بلعب محترف مفروض ان هو يعني خبرة وكان بيلعب في نادي الرجاء البيضاوي المغربي وواحد من اكبر اندية المغرب. مش منطقي ابدا ان لاعب يقرر ان هو يمشي من فريق او يجيله اكتئاب بسبب غلطة. يعني ستيفن جيرارد يعمل ايه، ولا روبرتو باجيو يعمل ايه، ولا حتى محمود علاء يعمل ايه. لكن فكرة ان انت تفسخ عقد اللاعب بعد 4 شهور فقط ملهاش اي معنى بالنسبة لي. ممكن نقول مثلا ان في شكل من اشكال اهدار المالي عام في الموضوع ده، وارد. والاسوأ ان مفيش حد من اللي كانوا بيفتحوا لسانتهم قد كده على لعيبه في النادي الاهلي يعني بيحصل معاهم نفس الكلام، او ان مثلا حتى لما تيجي تبص على ظروف الزمالك مع لعيبته المحترفه كلها هنلاقي ان الزمالك رغم ان القايمه عنده كامل العدد عنده 5 محترفين الا ان فعليا اللي بيلعب من الـ5 هو حمزه المسلوسي بس. حتى الان ابراهيم انضاي او زكريا الوردي او سيف الدين الجزيري او سامسون اوكيونولا امبارح ما لعبش منهم ولا لاعب هو بس حمزه المسلوسي، وده معناه ان في ازمه في تعامل الزمالك مع لعيبته المحترفين. ولكن مجدي عبد الغني طبعا مش هتلاقيه بيتكلم، ولا هتلاقي اي حد من اللي بيتكلموا على شوب نص او ربع او عشر اللي بيحصل مع الزمالك حاليا ولعيبته المحترفه مش هيتكلموا على الزمالك ان هم بيخافوا وبيقلقوا من مرتضى منصور. لكن بالنسبه لي انا اكتر حاجه بقى يعني لفت نظري في القصه استخدام جمهور الزمالك كشماعه، وشماعه ما علقتش حاجه. يعني جمهور الزمالك ما عملش اي حملات ضد زكريا الوردي. جمهور الاهلي ممكن يكون هو اللي قام بالحملات دي على زكريا الوردي، ممكن يكون هو اللي استغله في التحفيل عليه، ممكن. وممكن برضه يكون نفس الكلام حصل مع محمود علاء، ممكن. لكن جمهور الزمالك ما عملش اي حاجه من دي. ليه مرتضى منصور بيعتبر ان رحيل زكريا الوردي سبب مباشر في تجاوزات جمهور الزمالك اللي ما حصلتش؟ ليه بيحمل دايما جمهور الزمالك يعني حاجات ما عملهاش؟ للدرجه دي جمهور الزمالك سهل ورخيص عند مرتضى منصور؟ مش عارف. لكن الموقف كله مش مبيوع، الموقف كله مش مفهوم، وتشعر ان في حاجات كتيره غريبه. يعني لما حصل موقف مشابه مع بدر بانون النادي الاهلي عرف يستفيد من بدر بانون، باعه ب 2 مليون دولار وفي نسبه اعاده بيع وفي فلوس هتيجي من بدر بانون من خلال لعبه في كاس العالم. فمش قادر افهم ازاي الزمالك وقع في المشكله دي، خصوصا ان زكريا الوردي في النهايه لعيب ناشئ او لعيب صغير، اقصد مش ناشئ، لعيب صغير في السن 26 سنه. مش قادر افهم ازاي الزمالك وقع في غلطه زي دي، او مش فاهم ازاي مرتضى منصور اللي دايما بيتكلم عن ادارته الحكيمه ما قدرش انه يستفيد اي حاجه من زكريا الوردي، خصوصا ان كل الشواهد بتقول ان هو بصدد تعاقده مع فريق فرنسي قريبا. على كل حال احنا يعني اتعودنا ان احنا نسمع اللي بيقوله مرتضى منصور، وتعودنا ان الاعلام ما يعلقش، لان بالطبيعه الاعلام خايف مرتعش منبطح ما بيحاولش ان هو يعلق او يناقش الى القضايا اللي يدرك ان مفيش من وراها وجع دماغ. هذا هو حال الاعلام في مصر يا صديقي العزيز. السلام عليكم.